باب التجا أعذرة يريد يقول يعني اللي صار على الزهراء ما صار على مريم. الزهرة شافت الحبال، أسألك يا مؤمن، الزهرة شافت الحبال، شافت الجزل؟ مريم شاف؟ لا، مريم شافت الجزل، شافت الحبل، شافت كل هذا اللي شافت الزهراء؟ مريم شافت الدم يسيل على صدرها، مريم نبت المسمار في صدرها يا مؤمن، ها؟ مريم جرى عليها الذي جرى على الزهراء. بعد أسألك سؤال يا سادة، يا مؤمنين، مولاتك امتدت الأيدي فلطمتها على خدها، مريم شافت هذا المعنى، يقول وإلى الجدار وصفحة الباب التجا بنت النبي فأسقطت ما تحمله. بعد يقول سقطت وأسقطت الجنين وحولها من كل ذي حسب اللئيم جحفلوا. المرأة ساعة اللي بتولد مو يجون حولها النساء، هذه تواسيها، هذه تخفف عليها، هذه تتحمل بطفلها، هذه تجيب لها ما، مو هذه العادة. لكن مولاتك شو اللي حصل يوم وضعت بالمحسن؟ الزهرة شو اللي حصل؟ الزهرة يوم وضعت بالمحسن شافت كل هذا. الزهرة يوم وضعت بالمحسن شافت حرمة واسيها، شافت حرمة سليها. أقول لك الزهرة شنه شافت؟ الزهراء سمعت أولادها الحسن والحسين وزينب ينادون ومصيبتا. الله أكبر، إيه يلا إذا بيك جلد اتنعي وياها. مريم قضت هالليلة، مريم قضت هالليلة. إيه مرحبا أهل المرخ ونخوة أهل المرخ وتفاعل أهل هذه القرية ويا مصائب أهل البيت. مريم قضت هالليلة، مريم قضت هالليلة، عيسى يحن وينادي، مريم قضت هالليلة، يصفج على راحته محزون الله يعينه، بس ما نظر بعيونه ضلع امه يكسرونه، إيه؟ ولا نظر بعيونه جنب امه يألمونه، ولا نظر لا مريم بعد المرض معلولة. إيه مريم قضت هالليلة، مريم قضت هالليل، مريم قضت، مريم عيسى يحن وينادي، عيسى يحن، مريم قضت، عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء، التفتت مولاتنا الزهراء إلى ابنتها زينب
تقول بني زينب أين أبوك؟ وين أبوك علي بني؟ قالت أمه خرجوا بأبي ملبب، أبوي طلعوا بيه ملبب، وين راحت مولاتك؟ وإذا بالزهراء تعدو تنادي خلوا عن علي، خلوا ابن عمي أو لا أكشف للدعاء راسي. بعد شو تسوي مولاتي؟ وأشكو للإله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني. تريد تقول يعني أنا أعز، يعني أنا أكرم؟ التفت أمير المؤمنين وإذا يشوف عباية من الخلف مولاتك. التفت قال له سلمان عد لمولاتك، قل له إن أباك رسول الله للتو في قبره، ما يقبر رسول الله ما نشف. قل لها إن أباها بعث رحمة للقوم لا تكن عليهم نقمة. رجع سلمان والتفت إلى الزهراء وخبرها بكلام أمير المؤمنين. تدري ايش قالت لسلمان؟ قالت سلمان كسروا ضلعي فصباح، الله يعين، لطموا عيني فصباح، أجموا داري فصباح، روعوا أولادي فصبار، لكن ما على علي من صابر. أله المناد وعليا لتلومني لهاجت أحزاني يا سلمان، شنك ما تدري بالذي فعلت العدوى، مني خذوا حقي ولا راعوا الوصية، وهجموا علي داري وساتر. وين إمامك؟ وين علي؟ والمرتضى قاعد وعبراته وعب ينظر بعينه بابنا وجهه النيرة. وويلا ومصيبتات لا تلومني ضلعي انكسر بالباب قوى، ما قصروا بنا عديم. سلمان سلمان جنك ما تدري هالعبد بيا سقطني المحسن وخلى الجسد نحلى، جسم انتحل من ضربة المسمار صدري، واللطمة عيوني وداحل. كل ما جرت نكبة علي ازداد صب، وكظمت غيظي
والقلب فايض بالأحزان. وويلا ظلت مولاتك طريحة الفراش ما تقدر توقف لأن ضلعين مكسرين. تلتفت زينب إلى أمها فاطمة لما نظرت إليها بهذا الحال، صارت زينب تبكي. التفتت الزهراء تقول بني زينب تبكين على مسمار نابت في صدري؟ هذا يبكيش بني زينب؟ بني زينب كيف بكي لو نظرت ما هو أعظم من المسمار؟ بني زينب انت بتشوفين اللي أعظم من المسمار نابت في صدر أخيك الحسين. هذا حديثها ويا زينب. بعد عدها حديث ويا أمير المؤمنين، تقول من هالمرض ما شاف يا حدر سلام، تزوج عقب عيني يا ابو حسين بأمان، بس هالله هالله بعيد عين بهاليتا، سكن خواطرهم ونشف دمعة العين. شعندك شعندك مولاتي فاطمة؟ ليش كل هذه العلة وليش كل هذه الألام؟ بتقول ما قصروا بيا، ما قصروا يا مرتضى، رضى وضلوا لليوم من ضرب الرجيس ما سكن راعي، بعدي على المختار ما نشفت دموع، طبلي ولطمني فاض خدي ومحجر العين. يلا الأبيات الأخيرة وأسألك الدعاء، ما هي إلا أيام وإذا بعلي على قبر الزهراء، غرز أصبعه في تراب القبر ينادي لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطم بعد أحمدين دليل على ألا يدوم خليل. وقام من على قبر الزهرة راح إلى قبر إلى قبر رسول الله، وقعد على قبر رسول الله ينادي يا رسول الله ها قد ردت الأمانة. بأي حال ردت مولاتك؟ بأي حال ردت الأمانة؟ ردت ملطومة العين، ردت مكسورة الضين. يقول وصيتني وانا صبرت واستهضموني. إذا عندك حاجة يا مؤمن، إذا عندك معتقل، إذا عندك مريض، إذا عندك مسافر، تستغيث بقعدة أمير المؤمنين على قبر الزهر، على قبر رسول الله يعظم الأجر. ها عظم الله أجوركم. وصيتني وأنا صبرت واستهضموا، والزمت بيتي يا رسول الله ولفون ذيك الوديعة.
وياي وياي روعه اترخص وانكسرت الاضلاع منها وصار صح ونادي وفاطمتا تقبل منا الأعمال أصلح لنا في الدارين الأحوال بحق محمد والآل اللهم شاف مرضانا يا الله اللهم فك أسرانا يا الله اللهم أرجع